يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما تكون حالة الطقس ليلا بارد على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 25-15، الإسكندرية 25-14، مطروح 23-11، بورسعيد 24-19، والإسماعيلية 26-13، وإلى السويس 26-14، العريش 24-14، طابة 27-14، شرم الشيخ 29-20، والغردقة 28-17، وإلى الأقصر 30-12، أسوان 30-15، الوادي الجديد 28-9، وشلاتين 29-21، وحلايب 27-21. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.